لسنة 2012. اليوم نجدد بصدد تجديد فرع جماعة دولة سكيت، وطبقا لهذه القوانين المنظمة للحزب بطبيعة الحال كما جرت العادة لجميع الهيئات السياسية تشكل لجنة تحضيرية من الفرع لتهيئ لنا هذا الفقاء وهذا الجمع العام التجديد للفرع. الإخوة، اسمحوا لي أن أقدم إليكم الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم حماد دزاز، ميمون المرابيط، محمد كريمي. هذه اللجنة التحضيرية اشتغلت منذ أسابيع لتهيئ هذا المؤتمر بعد لقاءات مع المفتش الإقليمي والاستشارات، وتبعا للقوانين الجارية للعمل والمنظمة للحزب، وكذلك مع الكاتب الإقليمي للحزب، ومجموعة من الاجتماعات الماراثونية التي تمت هنا بهذا الفرع بهذا المكان لتهيئة ظروف لهذا اليوم. بطبيعة الحال ما يوليه علينا الحزب وقواعده وقوانينه، وفي إطار مصلحة العليا للحزب وللوطن تمت هناك مجموعة من الاتصالات والمساهمات وجمع الكلمة وجمع الشمل وتقوية الصفوف وهياكل للحزب حتى على اللجنة التحضيرية التي أبذلت مجهودا كبيرا لتحضير هذا الجمع ولجمع الكلمة تدعم المصلحة العليا للحزب. إذن السادة الكرام، اليوم عندنا تجديد الفرع إن شاء الله بحول الله بعد هذه الجلسة الافتتاحية، وبعد ذلك لابد من الفرع الجديد إن شاء الله سوف ينكب على تجديد كذلك جميع الأنظمة الموازية للحزب. وبالطبيعة الحال كما هو قانون منصوص عليه في الحزب أن تجديد الفرع يجدد طبقا للقوانين عن طريق الخلايا الفردية للعضو الفردي في التجمعات السكنية، أن هذا الصفقة على الأبواب لنشرها إن شاء الله بحول الله. كذلك في البرنامج الطرقي لإحداث جماعة الاستوت، وهذا مجهود كبير من الأخ سمو محمد الطيبي بوزارة التجهيز والنقل لإخذنا حصة الأسد من هنا البرنامج الوطني الشطر التالي لأربع طرق، منها الطريق المؤدية من الطريق الوطنية إلى القرية عبر إدارات الجود، من الطريق الثانية من زيو إلى النهضة سكتور طروة عبر سكتور 8، والطريق الثالثة من زيو إلى عروي عبر سدير، والطريق الرابعة في طور الإنجاز لتربط من الطريق الوطنية مرورا بدوار ولاد كدو أحمد وولاد البشير إلى الطريق الساحلي إن شاء الله بحول الله، وسوف تنجز في هذه السنة 2015. طريق خامسة اللي بذلنا فيها مجهود المجلس جماعة الاستوت، بذل فيها مجهود بتعاون وبدعم كبير من الأخ كذلك المناضل سمو محمد الطيبي، طريق العباد اللي درنا فيها شراكة مع التجهيز بكلفة مالية 500 مليون سنتيم، المجلس القروي للاستوت عطى واحد الحصة ديالو منها 100 مليون سنتيم و 400 مليون سنتيم من وزارة التجهيز، وراها تنجدد تاهي والحمد لله. كاين برنامج آخر، برنامج وطني الشطر الثالث اللي راه تمت واحد المجموعة ديال الانتقالات الإقليمية
راه في وزارة الجيش نتمنى إن شاء الله تخرج الوجود لذي عاود مجموعة من الطرق لهذو معدات إن شاء الله بحرية. هناك المسالك اللي كتبقى في تراب جماعة الأسدود للمجلس بدلو عن مجهود كبير في هذه المسالك، والطريقة والكيفية لإنجاز هذه المسالك اللي هي كثيرة وكثيرة بزاف. المجلس فكر وشرى واحد مجموعة الآليات، منها النفلوس، منها تراس، ومنها مدحلة يعني كومباكت بكاكا، وأخيرا ثلاثة شاحنات بان جدد يلا نعرف من إن شاء الله قد انطلقوا في هذه العملية إن شاء الله نعرف انطلاق صحيح هذا العمل ديال المسالك بالتوفنو. هذه المسالك بالتوفنو بالتوفنا إن شاء الله بإذن الله اللي هي مسالك كبيرة، المجلس إنصافا للجميع خذا واحد طريق سبيل أنه تمت القرعة بجميع الطوائف 23 دائرة انتخابية، ودارت القرعة ودار واحد البرنامج عمل غادي نطلقوا فيه إن شاء الله بإذن الله يوم الاثنين إن شاء الله. كان والتئام الجمعة العام بيت جديد جديدي فرع فرع الحزب بجماعة ولاة ستوت طبقا لقوانين الحزب. كما يسرني أيضا ويشرفني أن أروها بالإخوان المناضلين على استقلاله في هذه الجماعة الذين حضروا وهم يمثلون ضوائرهم كما ينص على ذلك قانون الحزب أيضا. وكذلك أنوه بالإخوة أعضاء المجلس الجهوي للجهة الشرقية على قطاع السلام مختارين، وكذلك الأخ سعيد عنوري عضو غرفة الصناعة التقليدية، والإخوان محامي الحزب المحامين الحزبيين بفرع زايو وبالناظور الذين يحضرون وهم القسم الأول، نحييهم ونتمنى أن يتوفقوا في عملهم حاليا حاضرا ومستقبلا. أيضا يسعدني كثيرا أن أنوه بإخواننا أعضاء المجلسين الاستقلاليين بكل من ولاة ستوت، لأن احنا الآن بصدد تجديد فرع ديال ولاة ستوت لابد تسبيق ولاة ستوت قبل زايو، ثم كذلك أيضا الإخوان المناضلين من أعضاء المجلس وأعضاء الفرع بفرع زايو وببلدية زايو وعلى رأسهم المناضل الأخ السي محمد الطيبي. بهذه المناسبة أود أن أشير إلى بعض البديهيات التي وردت في قوانين الحزب بضمان الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، تعادلية هذا الجانب الاقتصادي في برنامج الحزب وفي قوانين الحزب، تعادلية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى صيانة كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص من أجل. بالنسبة لي أشكره شكرا جزيلا، قلما يتوفر هذا الشرط في رؤساء أخرى سواء كانوا من حزب أو غير الحزب، كثير منهم في إقليم الناظور مع الأسف الشديد هذا الشيء ما كان شايف، ولهذا هذه ماشي تكون قدوة بالنسبة لولاة ستوت وأختها زايو، باش تكون قدوة إن شاء الله للمناضلين ديالنا اللي باش يصعدوا للمجالس ويعتبروا يدخلوا الحساب ديالهم أن المسؤولية مقرونة بالمحاسبة، حتى هو أعطى حساب السكان الساكنة ديال جماعة ولاة ستوت. شكرا جزيلا وأتمنى له مزيدا من التألق والنشاط ومزيدا من التوفيق، إذا كان هذا التوفيق راه ديالكم جميعا بفضلكم أنتم بمساعدتكم. المجتمع المدني وكذلك الصحافة
وكل حضور ورحبوا كذلك بالإخوان أعضاء اللجنة التحضيرية اللي قلنا هذا اللقاء من تنظيم الحزب. كنرحب كذلك بكل الإخوان الحضراء الحاضرين، والحمد لله كنشوفوا أمامنا وجه طيبة، وكنشوفوا أمامنا أيضا وجه ديال العمل ديال محبة الوطن، كنشوفوا أمامنا أيضا واحد جمع ديال الناس من واحد النخبة، وأسميها نخبة لأن حنا ما كنسمعوا اليوم ما كنسمعوش في مهرجان، ما كنسمعوش في مؤتمر كبير، وما كنستمع لتجديد الفرع وحسب قانون الحزب. طبيعة الحال حاولنا باش نمشيو في القانون ديال الحزب حسب ما ينص عليه حرفيا، وهو يكونوا الناس اللي تيمثلوا دوائر، وهاد الناس اللي كيمثلوا دوائر هاد الدائره وهذه 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 وتلك، معناها كتكون اذا كانوا جوج ثلاثه من كل دائره، معناها كتكون واحد التغطيه ديال الجماعه كلها، ولو بجوج ثلاثه الناس في كل دائره. واللي كيسميهم قوانين الحزب، قوانين ديال الاحزاب كلها كتسمي خلايا. بطبيعة الحال احنا اليوم في إطار تجديد الفرع، وعلاش دابا صراحة خصنا نكونوا موضوعيين في واحد عدد المسائل. اليوم وفي السنوات المقبلة، ماشي بحال البارحة والماضي ديالنا اللي بطبيعة الحال منذ الاستقلال من استقلالنا حتى الآن، هذه المدة راها في تاريخ الشعوب، تاريخ الشعوب راه ماشي طويلة بزاف، ولكن في الحقيقة أن بالنسبة لنا حنا في المغرب، أنا شخصيا درت واحد التقييم كنقولوا شحال اللي استقلينا مثلا كاع 60 عام دابا ما وصلتش ياك 30 سنة تقريبا مضت، تقريبا كان فيها ما كانش فيها واحد العمل كبير، وتقريبا واحد المدة ديال 20 أو 30 سنة وقع فيها واحد العمل مهم بزاف. أنا كنقول بأن اليوم بإمكاننا إذا كنا كنجتمعوا من تجديد الفرع اليوم، وهذا عمل يهم الأحزاب السياسية كلها، يهم المغاربة كلها، كلهم، أن اليوم الأحزاب السياسية من نهار اللي جا الدستور الأول، الدساتير اللي دازت، ولكن الدستور ديال 2011 عطى صلاحيات كبيرة بزاف ومهمة جدا للأحزاب السياسية، وكذلك القانون التنظيمي اللي كان ضد الاحزاب السياسيه. وطبعا الدستور تتكلم عن الاحزاب السياسيه والبنود ديالها والنقابات الى غير ذلك والمجتمع المدني واشياء كثيره من هذا القبيل. فلذلك احنا اليوم احنا ما معذورينش وما عندناش العذر اذا ما تكتلناش مع بعضنا كاملين في اطار ما ينص عليه الدستور، لان الدستور ما جاش وقال في المغرب عندكم حزب واحد ولا عندكم زوج. الدستور عطى الصلاحيه للمغاربه باش يشتغلوا في واحد الاطار منظم، وهذه التنظيمات هي اللي كتسمى احزاب. اذا الحزب السياسي اللي ما يستافدش من الدستور، اللي ما يستغلش الدستور بواحد الكيفيه، اللي ما يشتغلش طبقا للدستور كذا الى اخره، معناها ما واخدش الطريق ديالو. حنا اذا كان عندنا الدستور اللي كيعطي صلاحيه الاحزاب السياسيه باش تاثر الناس، باش تنظمهم على جميع المستويات، باش تشتغل من اجل التوعيه ديالهم،
إلى غير ذلك. وقرأ علينا دابا الحس السوداني بعض الجمل اللي هي مستمدة من الدستور اللي في القانون ديال الحزب، كاين أشياء كثيرة وصلاحيات كبيرة عند الأحزاب السياسية، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل خدمة الوطن، من أجل خدمة ديال البلاد. إذا كنا غادي نعملوا الأحزاب السياسية ونعملوا الفوق ديالنا ونعملوا عدة أشياء، ولكن في آخر المطاف ما كنشتغلوش ولا كنمشيو للمواسم، جات الانتخابات كنفتحوا الأبواب وكنجيو نسطوا واحد 4 شهور 5 شهور وكنتركوا مع الناس وكذا 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 وإلى آخره، يفوت هذاك الوقت وكنمشيو بحال اللي ما دايرين والو، ولكن ماشي هذا هو الهدف. الهدف هو تكون أحزاب سياسية موجودة في كل وقت وفي كل حين، تنظيمة متوفرة والتأطير مستمر والتواصل مستمر والعمل مستمر من أجل خدمة المجتمع. إحنا دابا الله يجزيكم بخير في كل مناسبة كاتشي غير الانتخابات مثلا، ولكن الانتخابات هي في حد ذاتها ماشي هي كل شيء، حسب كيف كان زعما ماشي هي الانتخابات نشتغلوا سياسيا غير من اجل الانتخابات، في الحقيقه ماشي ذاك هو الهدف بوحدو. الهدف اننا نعملوا من اجل عمل اجتماعي، التأطير، التنظيم، كذا، ملي كنوصلوا للانتخابات راه حنا كنوصلوا واحد النوعيه ديال الناس، واحد النوعيه ديال الرجال اللي راهم اطرين وغادي يخدموا البلاد، هذا هو الهدف. ما الانتخابات نديروها غير هي هذاك وتجي انتخابات ويطلع اللي بغى يطلع وكيف ما بغى يكون، واخا عنده السوابق واخا كذا واخا، يعني المهم وفي اخر المطاف ما عندوش هذيك الارضيه باش يكون كله مواطنين. حيث كان الى ما حاولناش فعلا نديروا التلقيح لنا ضد هذا الفيروس راه غادي يستمر ويستمر ويستمر، وفي اخر المطاف راه ما عمر الحاجه اللي كتبنا على الرشوه وعلى المقابل وعلى اعطيني نعطيك راه ما تعطيش النتيجه، وهذا الشيء ما غاديش يكون في صالح البلاد. حنا لما كنهضروه دابا تنهضرو على واحد الوقت، حنا نهضر على الوقت ربما اللي جاي اكثر، حقاش دابا حنا الدور ديالنا قمنا به، الاكثريه فينا اللي وصل التقاعد وقام الدور ديالو ودار واحد المجهود. الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بداية نشكر جميع الإخوة الحضور الكريم، يشرفونا تجديد فرح حزب الاستقلالي لجماعة الاكسبورت من الهيئات السياسية ونقابية وجمعوية، كما نشكر السيد مفتش الحزب والسيد كاتب فرع بلدية زايو على الحضور ديالهم في إشغال هذا المؤتمر. كما نشكر جميع إخوة القسم الصحفي في المدينة اللي نوروا الحضور ديال هذه الأشغال. احنا في هذه المناسبة إن شاء الله نتمناو رص الصفوف من أجل بناء الحزب والمضي به قدما إلى الأمام لكسب رهانات المرحلة والعمل لما فيه خير الجماعة ديالنا، جماعة أولاد ستوت على جميع الصعيدة، سواء إتمام المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز، وإن شاء الله سنقوم بالواجب المنوط بنا في هذه المرحلة بما فيه خير بلادنا وخير جماعتنا. إن شاء الله بداية من الأسابيع المقبلة غادي نحاولوا نشكلوا اللجان الموازية للحزب اللي غادي تشتغل على جميع الأصعدة من خلايا الدوائر ومن ممثلي الدوائر كذلك، بمشاركة الشبيبة الاستقلالية والشبيبة المدرسية اللي هم اللجنة الأولى ديال الحزب وهما الخلف ديال الحزب إن شاء الله. وكنشكر بالمناسبة نسيت باش نشكر جميع الإخوة المؤتمرين اللي وضعوا فيها الثقة لكاتب فرع جماعة ولاد ستوت للحزب الاستقلال،
وهذه الثقه فهي ما جاتش من فراغ، فهم يكنون لنا كل احترام وتقدير، وحنا كذلك كنقدروا لهم الاحترام والتقدير. وهذا تكليف وليس تشريف لتسيير هذا الحزب.